مساء الخير يا دي النيلة، عايزة ايه تاني؟ مش تقولي لي اتفضلي الاول؟ كل سنة وانت طيبة يا ستي. انت فاكرة عيد ميلادي؟ طبعا يا نعمة، ده انت اختي يا حبيبتي. يا رب يديم المعروف دايما كده. اتفضلي اتفضلي. وايه ده؟ دي هدية عيد ميلادك، تعالي اوريها لك. ده بقى تمثال كيوبيد اله الحب، عشان يفضل الحب بيني وبينك كده على طول يا حبيبتي يا صديقة عمري. دايما يا حبيبتي ان شاء الله. وكمان عشان تنسي اللي حصل بينا المرة اللي فاتت وتعرفي ان انا واثقة فيكي. هي دي هديتي الحقيقية يا حنونة يا جميلة. انتي تعيشي ليه يا حبيبتي يا صاحبتي. وليه يا قلبي. الو، مكافحة المخدرات؟ انا ببلغ عن واحدة بتتاجر في المخدرات اسمها نعمة سيد نجيبة، عندها في الشقة. فين؟ في قعدة التمثال. العنوان. طب اكتب عندك. انا عايزك تطمن خالص. حنان طلعت ما عندهاش فكرة عن اي حاجة في اي حاجة. انا خلصت يا ستي. حضرتك عايزة حاجة مني قبل ما انزل؟ اه، خدي التمثال ده وحطيه على الترابيزة دي. حاضر يا ستي. تمثال ايه؟ مش حنان جاتلي النهاردة الصبح وجايبة لي تمثال بمناسبة عيد ميلادي؟ اه النهاردة لما اشوف بقى غلاوتي عندك. خلاص هشوفك النهارده. سلام. يا نهار ابوكي اسود، كسرتي الواد. والله ما قصدي يا ست. ايه ده؟ مخدرات؟ والله ما ليا دعوه بيها يا بنت المؤذيه.